ألا تعجبون؟ ألا تتفكرون؟ في هذا الجند من جنود الله، خلقته ضعيفة لكن أضراره مخيفة، جراد المليوني الذي انتشر، فإذا رأيت عساكره قد أقبلت أبصرت جنداً لا يحمي منه عدد ولا عدد، ينساب على الأرض كالسيل، فيغشى السهل والوعر حتى يستر نور الشمس بكثرته، ويسد وجه السماء بأجنحته، ويدر الأرض قفراً منها. وهذا من حكمته سبحانه. ألا فلنعتبر بهذه الجرادة وخلقتها وفعلتها، فإن ابتداء خلقها يقال من البحر. قال ابن عمرو وكعب: إنما هو نثر حوت. وقد خلق الله لها ست أرجل وطرفا رجليها من شاران، وفيها شبه من عشرة حيوانات: وجه فرس، وعنق ثور، وصدر أسد، وبطن عقرب، وذنب حية، وعينا فيل، وقرنا أيل، وجناح نسر، وفخذا جمل، ورجلا نعامة، ولعابها سم على الأشجار. وفي أمثال العرب: أفسد من الجراد. وكمية الطعام التي تأكلها الجرادة يوميا تعادل وزنها. ومن عجائبها أنها تغمز ذنبها في الأرض لتغرس بيضها وتدفنه حتى يتتام نموه ويعجز عنه عدوه. فيا سبحان الخالق الذي جعل كائنا ينبت من الأرض، فيخرج من بيضه دبا أبيض، ثم أزعر يصفر، وخيفان بين الحمرة والصفرة، ثم أحمر مكن ممتلئ بيضاء. ومنظره وهو يدبي على الأرض مهول، يذكر وصف الله الناس أنهم يبعثون كأنهم جراد منتشر. فقد باكرنا وسمي ناشر باذر، ثم خلفه ربيع وعبير كأنه تبر ولؤلؤ منثور، ثم أتتنا غيوم جراد منتشر، قرت وقليلا ضرت، أكل ما وجده وأكله من وجده. فهل لا تفكرت فيما جعله عليك عاديا أن جعله لك غاذياً؟